السلام عليكم، تحية لمتتبعي شوف تي في. نحن أمام واحد الحالة إنسانية ديال واحد السيدة مطلقة، الزوج ديالها كيهددها بالزج بها في السجن، يدخل للحبس، وتعرضت للاغتصاب في الزنقة. غادي تحكي لنا على المعاناة ديالها. تفضلي يا مريم من مدينة برشين. الدراري هو خداني حاملة، وما عندي جوج ابن، جوج ولاد، ودابا ولا كيهدد جولاد. ولد شحال عنده من عام والثاني شحال عنده من عام؟ واحد عنده 4 سنين وواحد عنده 6 سنين، وعارفهم هو ماشي ولادي. نعم عارفهم. ومن نهار اللي مشينا تبنا الكعك قال لي تقولي ولادي هذا، قلت صافي هو ما كيولد. باش عرفهم ماشي ولادو قلتيها ليه؟ اه هو عارفني انا خداني حاملة بالدري الاول. تعرضتي لشي اغتصاب؟ اه تعرضت لاغتصاب. فين تعرضتي لهذا الاغتصاب؟ في خريبكة. في خريبكة؟ على يد من؟ تعرضت لاغتصاب على يد واحد السيد، وتشد عليا في الحبس. صافي بقيت انا طايشة، كنت قاصرة، بقيت خارجة ضيعة. شحال في عمرك دابا؟ دابا عندي 24. وديك الساعة كانت عندي 16 عام. فاش تعرضتي لاغتصاب كان عندك 16 عام؟ 16 عام. وفوقاش تعرفتي على هذا السيد؟ هذا اللي عرفته انا يتفرق. اللي تزوجتي به دابا، اللي الطليق ديالك. عرفته حتى ولات ولادي بجوج. اها. يعني كنت عارفه ديجا ملي كنت حامله بالدري الاول، كنت مدته كنمشي عندو، كنجي ما كنصيبش فين البيت. كنت مده قصيره ما عنديش فين نمشي، كنمشي كنبات عندو. داكشي في الاخر ملي شافني عندي جوج دراري والدهم قال لي نكتب معاك الكعض وتقولي بالله راه ولادي. قلت لي ايه مرحبا. انا بغيتهم يتحطوا في الحين المدنيه وهذا. قلت لي مرحبا. مني مشينا درنا دعوه وداكشي، حطيت بان الدراري راه ولادو. حيت هو اللي قال لي، قال لي خاصك تقولي راه ولادي باش نحطوه. صافي بقيت ساتره مع راسي. مني شفتو كيزيدني بغى يقول لي شربي معايا. هو كيشرب؟ كيشرب. كيقول لي شربي معايا. ما كي غير كيشرب، ما كيدخنش المخدرات ولا شي حاجه اخرى؟ لا. كيشرب. كيقول لي شربي معايا ديري شحال من حاجه. كنقول لي لا خصنا نزيدو لقدام، خصنا الولاد نحطهم في حي المدنيه وداكشي. هو ما كيقبلش هادشي، كيبقى يغوت. ملي دار بغى يضربني خاصه بيا ماشي درتها، جاتني ضربه هنايا باقي فيا السيكاتريس. صافي ملي شفت هكا كسيت ولادي وهربت. هربت شي دفعت الطلاق. قلت لي مرا ماشي ولادو هاد السيد، باغا نطلق منو حتى بشي حاجه، ما بغيت والو. صافي ملي طلقت حتى كنبدا نشوف تنكتشف الدعوات كيطلعوا، كيطلعوا بالله مطلقوا في تاع ديال العده ديال الطلاق، وكنبدا بالدعوات كيطلقوا. ما تقدمتيش بشي شكايه في الموضوع؟ لا. ملي عنفك، ملي ضربك وداك الشيء، ما تقدمتيش بشي شكايه؟ تقدمت بشي شكايه بالله كيضربني بالله نحاكر. فين تقدمتي بهاد الشكايه؟ درت وحده في قريبكة وحده في بنحمد. اها. والنتيجه ديالهم؟ ما دزناش. علاش ما دزتوش؟ ما دزناش والو، ما عيطوش لينا. واخا تي ان تعرضتي للضرب والجرح وعنفك وما هو عنده جندار صحابو خريبكة كيلغيو دارك ديال خريبكة. كيلغيو ليه كلشي، كيمشي عندهم ما عرفتش كيفاش كيهضر معاهم، كيلغيو كلشي. دابا بدا كيجمع في الشهود. ومني ولات ولدي الاخر شحال عنده من عام؟ اللي عنده دابا 4 سنين. نعم. السبيطار جا خرجني بكعض مرتو بالتزوير، بكعض مرتو. مني درت هي هذيك، دابا مني شافني طلقت وداك الشيء ما تصفطاتش ليه. هو بدا كيشدد ليا بدوك الدعوات اللي كيدير عليا. واش طلقتو طلاق عن طلاق شقاق عن تراضي، ولا كيفاش طلقتي منه؟ طلقت انا من عنده، انا اللي قبلت الطلاق، انا اللي طلقت، درت طلاق شقاقي. وعلاش طلقتي؟ ما بقاش عاجبني الوضع، ولا الدار، وليت كنمشي نسرح معاه، كيديني نسرح معاه في البلايص، وانا ما نقول السرحه كاع ما كاع كنعرف. لو مشيت كنقول واخا صبر على الدراري شويه، كنوليت كنشوف كيجيب شرب انا يقول لك لا شربي معايا، شربي معايا وهذا. هو ما كيرجعش قدام كيزيد الله في الحياه ديالي. صافي هربت، هزيت ولادي وهربت. دابا ذكرتي لنا بانه حاليا كيهدك يدخلك للحبس، علاش؟ ما عرفتش. كيقول لي والله حتى غندخلك للحبس. كيقول لي والله حتى غندخلك للحبس. علاش غيدخلك للحبس؟ ما عرفتش. دابا انايا كنديره واحد تصاور مع بوات ولدي قدام حدايا الدري الصغير، مشات دفع هذوك التصاور. بات ولدك كاين عندك الزوج الاول وعاد باش هاد بات ولدي، وقال لي دابا نحطهم لك في الحي المدني. وهاد بات ولدك الاول كان طلاق منه ولا ما
لا كان لا طلاق لا، ولا غير كنت كنعرف ما كنتش كنصيف فين نمشي كنمشي عنده. ولدتي معاه هاد ال... ولدتي معاه الاول والثاني. وهذا الزوج الاخر هاد الطليق ديالك قبل بهذا الوضع؟ قبل بهذا الوضع. وقال لك ندير لهم الوراق ون... اه قال لي ندير لهم الوراق وهذه، قلت لي مرحبا، قال لي انا ما كنولدش، قلت لي مرحبا. فسري لنا كيفاش يعني تعرضتي مؤخرا لهاد التهديدات؟ واش كيتصل بك في التليفون ولا كاين؟ كيتصل بيا في التليفون وبقى معايا مزيان شويه، بقى معايا مزيان كيصيفط يصير على دعم الدراري، كيصيفط يصير شويه ويقول لي ممكن تصيفط لي ولدي يوسف يبرك معايا واحد 3 ايام. اه قلت لي مرحبا صيفطوا له. ملي شفتو انا كيصير داكشي قلت لهم حرامهمش، واخا ماشي بواه وهذاك ماشي بواه يعني راهم كابرين عنده، فهمتي؟ مني صيفط لي الدري شد الدري عنده وبدا كيجدد لي في الدعوات وبدا كيهدد فيا دابا. وهاد الدري اللي عنده دابا واش شادو يعني عن طريق القانون ولا واخذوا لك بالقوه؟ واش كاين شي بالقوه؟ ما كاينش قانون يعني ما حكمتش المحكمه بالحضانه ديال المحكمه باش حتى ياخذ الدري. وكيفاش كتحسي انت وانه ولدك يعني بعيد عليك؟ كنتالم بزاف، كنتالم ما عنديش مكان نكون في بن حمد كاريه، واحد البيت في بن حمد كتكون كاريه ساكنه باركه في بن حمد، كتهزني الطاجه كنجي عند البرشي. كتجي عند البرشيد؟ اه كنبقى كي كنقول لها راني ولدي هادي ما عرفتش شنو غندير فيه، ولكن ما صدتش شكون اللي غيوقف معاك، لا عائله لا خوت لا حتى شي حاجه، شي حاجه غتساندك باش غتمشي تجيبي من عنده. دابا كيفاش علاقتك مع الوالدين ديالك في بن حمد؟ الوالدين ما كندويش معاهم. علاش ما كت ما بغاونيش نخرج لهذاك الطريق وهذا، صافي ما بقاوش كيدويو معايا من ذاك الوقت. من ذاك الوقت؟ اه من دابا شي 8 سنين بحال هكا، ما كنمشيش للدار. لا حول ولا قوة الا بالله. وبالنسبه لهاد كاين ولد معاه وولد معاك، يعني كيفاش العلاقه ما بينك وما بين هاد الوليدات؟ كيفاش الولد كيحس بان الاخ ديالو بعيد عليه؟ كنقول لي ماما توحش يوسف، ماما من هنا من درجه كنبقاو نصونيو عليه ما كيبغيش يجاوبنا في التليفون، درجه ملي كيجاوبني كيقول لي راك غتمشي للحبس، تسناي راك غتمشي للحبس. كنقول لي علاش غنمشي للحبس راه ما دايره والو، كيقول لي راك غتمشي للحبس ما تسناي. وتقدم بشي شكايه في الموضوع؟ لان كما قلتي لنا بانه راه كيتهمك بالفساد. كيتهمني بالفساد لا، ودابا مني عيطوا عليا انا البوليس ديال بن حمد، مشيت تستو داير ليا واحد التصاور انا وبات الدري وحدايا الدري الصغير، هذيك الساعه باقا ما كاتباتش مع الثوب الزوجي. هذوك هما الصور اللي استند عليهم في الشكايه ديال الفساد. كيقول لي راك غتمشي على الحبس. وسامعوا لك الضابطه القضائيه ديال بن حمد؟ سامعوا ليا وباقا يلاه غندوز للنائب الوالي. حدوا لكم موعد ديال التقديم؟ اه باقي ما حدوش لنا الموعد، باقي ما قالوش لي. امتى فاش امتى مشيتي لعند الشرطه ديال بن حمد؟ شحال في الوقت؟ خمس ايام. خمس ايام. و الاخت مريم بغيناك تحكي لنا بالضبط يعني كيفاش كان الاحساس ديالك وانت يعني تعرضتي لهذه العمليه ديال الاغتصاب سابقا. يعني واش كان ماشي بالاراده ديالك؟ لا ماشي بالاراده ديالي، كنت كاريه خدامه في واحد القهوه في قريبكا، صافي جا وقع هذاك الاختصاب مع واحد السيد. وما تقدمتيش بشي شكايه في الموضوع؟ بقى لا بشينا اصلا تصاب السيد، شدونا البوليس وضرب عليا شي 8 شهور ديال الحبس ديال السجن، اختصاب قاصره صافي. ومني هو تشد ما صدتش انا فين نمشي، العائله ما قبلاتني حتى شي حاجه، صافي بقيت تما تطيح مع هذا اللي والده مع زوج دراري. على هذا هو مني صدت هذاك حتى هو ما جاش بالمسؤوليه وداك التخربيق، بقيت ثاني ضيعه ضيعه ضيعه. ويتلاقى معايا الاثنين راجل كبير عنده شي تقريبا كان ماشي 60 سنه. قال لي انا ما كنولدش باغي وليدات. وعلاش تزوجتي به رغم انه السن ديالك يعني باقي صغير وتزوجتي بهذا السيد اللي هو كبر؟ يعني بغيت نسر راسي ونحط وليداتي في الحياه المدنيه ديال الامنيه ديالي، قلت ما بقاش في صغير ولا كبير. فعلا غير تستري راسك وتحطي وليداتك في الحياه المدنيه. ودابا يعني الوليدات باقيين ما مسجلينش، ما عندهمش الوراق؟ ما كاين حتى ورقه، باقيين ما مسجلين ما والو، ما عنديش لهم كلشي. قالعوا لي، قال عليا لاكارت لاسيرو ديالي وقال عليا الكارنيه ديال الجلبه. دابا انا باغا نجلب للدري الصغير، باقي ما بغاش يعطيني كارنيه. فاتوا الوقت ديال الجلبه؟ فاتوا الوقت ديال الجلبه، باقا ما جلبش لي. وما توجهتيش شي جمعيات حقوقيه ولا ديال العنف؟ لا المرأة حتى شي حاجه ما كنعرفش. ما كاينش اللي يساعدك؟ ما كاينش اللي يساعدني. حتى دابا في الرشيد عاد بقاو كيقولوا لي سيري ترى غادي
تهضري معاهم راه غادي يقدروا يساعدوا. ولكن ما كاين حتى شي لا ما كاينش. ودابا اصلا الوليدات بغيت نحطهم في المدرسه راه ما عندهم حتى ورقه باللي كتثبت هما والو. الولد الاول شحال قلتي لي عنده من سنه؟ 6 سنين. والثاني؟ 6 سنين. والاول 6 سنين، الثاني عنده طالع في 4 سنين. أربع سنين يعني في السن ديال تا مدروس على أساس أنهم يدخلوا يقراوا، واش ما دخلوش ما كتجبري هذا المشكل ديال الوراق؟ ديال الوراق هو توا في التوبوت دايرني أنا كنعرفو في 2012 وأنا ما كنعرفتو هنا حتى 2018 هو نعم. دايرني لا كنعرفو في 2012. دابا أنا مع أمي ما قاريش مع أمي داخلة المدرسة نعم، وجاب الشهود وشهدوا بلا دوك الشهود اللي شاهدين كلهم زور، كلهم زور ما كاين حتى شي واحد شاهد بلا هذا. وهاد الشهود واش قراب ليه ولا فيه؟ قراب ليه من الدوار عنده من الدوار، ودابا راه هما اللي مزعمينو وقالوا لي ثاني نشاهدوا لك بان هاد المراه كنتي واخده وكتمشي تفسد. يعني انا كون بغيت الفساد كاع ما غنجي عندك راجل كبير وغنمشي نسرح معاك، غنمشي نبقى ضيعه. يعني انا بغيت نسر راسي، انا دابا ها هو مطلقني وما كاين حتى شي حاجه. هو كيسكن في العروبيه، كنتي ساكنه معاه في العروبيه؟ ساكنه معاه في العروبيه، كاتب الدار لمرتو. وعنده شي مرا اخرى؟ عنده مرا اخرى ما كتولدش دابا، هو موالدش معاها كتب لها الدار بسميتها. وانا ويا مني تقهرت صافي تقهرت بالعصا، كيضربني مرتو كيضربني هو. مني تقهرت بالعصا داكشي مشيت سرحت انا ويا سرحنا بني خيرين، خلينا فين سرحنا؟ نواحي ديال بن حمد. نواحي ديال خريبكا. ديال خريبكا، حيت الاصل ديالو هو منين؟ من خريبكا. هو من خريبكا، من ولاد عبدون. ولاد عبدون. ودابا يعني شنو النداء ديالك وباش كت نداء ديالي؟ بغيت ربي ياخذ لي الحق فيه، وانا راه ما دايره حتى شي حاجه وما كنفسدش حيت وسخ ليا وجهي وصورتي مع عائلتي ومشات عند خوتي وحرشهم عليا وجاليهم التصاور داليهم كل شيء، وسخ ليا الصوره ديالي ما خلانيش. انا يا بغيت ربي غير ياخذ فيه الحق، وانا راه ما دايره حتى شي حاجه من هادشي كامل، والمحكمه والشرطه كل شيء كيدوي من صالحه هو. علاش؟ ما عرفتش كيدوي كل شيء من صالحه. واش كاين شي حد واقف معاه ولا؟ واقف معاه واحد هذاك المقدم ديالهم ديال الدوار هو اللي واقف معاه. اش من دوار بالضبط؟ دوار ولاد عبدون. دوار ولاد عبدون. انا واحد ديال خريبكا. انا يمكن طالب شي حاجه بغيت هذوك الدراري تحطوا في حي المدنيه وولدي يرجع ليا من عنده وقلت ربي غنبني عليه هادشي هو اللي كاين. تحيه لجميع متتبعي شوف تي في. كما كتشوفوا حنا امام واحد الحاله انسانيه ديال واحد السيده اللي هي تعرضات للاغتصاب طريقة ديال واحد الانسان، عنده واحد جوج وليدات، ولكن للاسف الشديد يعني ما كتناشد على اساس ان هاد الوراق ديال الوليدات ديالها الوراق ديال الوليدات ديالها. وشكرا.